Scratch Mark. اخوتي اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون كيفية ضبط جهاز الهوت اير. اذا غادي تعرفوا على جهاز الهوت اير شنو هو وكيفاش طريقة الاستخدام ديالو، بقاو معنا. اذا على بركة الله، هذا هو جهاز الهوت اير او جهاز الهواء الساخن. هذا الجهاز يحتوي على قاطعين للتيار. قاطع التيار المتواجد هنا بالشمال هو قاطع تيار خاص بكاوية اللحام الاحترافية، وقاطع التيار الثاني المتواجد بجهة اليمين هو قاطع تيار خاص بالهواء الساخن. وايضا يحتوي هذا الجهاز على ثلاثة مفاتيح دائرية. المفتاح الأول متواجد بالأعلى هو مفتاح الأير أو مفتاح التحكم في الهواء، والمفتاح المتواجد بالأسفل هو مفتاح الهيتر أو مفتاح ضبط التحكم في حرارة الهواء، والمفتاح المتواجد جهة اليسار هو المفتاح الخاص بكاوية اللحام ورفع حرارتها وخفضها. اذا هذا الجهاز يستخدم في فك وتركيب القطع والمكونات الالكترونيه. اذا هذا هو الجهاز الذي اقوم باستخدامه، هو جهاز كادا. وايضا لدي جهاز اخر باكو، هذا الجهاز ايضا هو مصنع في الصين. كيفية ضبط الهواء والحراره لكي نقوم ب تثبيت او فك تركيب القطع الالكترونية خصوصا الدقيقة. اذا نبدأ بالطريقة على بركة الله. سوف اقوم بتشغيل جهاز الهوت اير، وساقوم بتك الهواء. قمت باحضار بوردة او ماذر بورد، لوحة ام لحاسوب محمول. اذا لفك هذه القطعة نحتاج الى مقبس، نحتاج الى القليل من هذه المادة تسمى سوفت سولدر باست، تسهل عملية ازالة وفك القطع الصغيرة المكونات الصغيرة. إذن سأقوم بوضع القليل من هذه المادة على القطعة التي أريد فكها. أحضر الجهاز، وأنا أقوم بفك القطعة. وأجرب هل الهواء ساخن أم قليلا. وأجرب وأقوم بتدوير يدي على القطعة التي أريد أن أقوم بفكها. لقد فكت القطعة. إذن كما تلاحظون فقمت بفك القطعة بشكل احترافي. أيضا ها هي القطعة التي قمت بإزالتها، هي فكت بشكل احترافي. اذا ما بقى لي الا نودعكم، لا تنساوش الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم لتحت، وايضا ما تنساوش لايك وسبسكرايب باش توصلوا بجديد ان شاء الله.